إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء الكورونا وتحت إشراف السيد والي ولاية المسيلة تم تنظيم حملة واسعة عبر كامل تراب الولاية. تدخل هذه العملية التطوعية من أجل تطعيم وتنظيف وتعقيم الأحياء السكنية للبلديات التابعة للولاية بمشاركة مختلف الفاعلين في الصحة العمومية، أيضا جمعيات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية. ولهذا الغرض قررت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل المساهمة في هذه العملية التطوعية. العملية مست جل أحياء بلدية سيدي عيسى. كانت مجموعة الدرك الوطني لولاية المسيلة ساهمت معنا في العملية هذه بشكل كبير، تسخير الأفراد الكتيبة وكذا شاحنة خراطيم اللي رش بعض الشوارع الرئيسية على مستوى البلدية. يبقى لنا الشيء المهم هو ضرورة وعي المواطن بالتزام البيت والتزام مساكنهم والتحرك عندما تقتضي الضرورة بذلك.